شو تعليقكم على انهيار العمل والاقتصاد في الدولة وانتشار الفقر؟ ماذا عن انهيار المنظومة الدولية الأخلاقية في وجه الاستحقاقات الملحة والكلب مكيالين؟ ها؟ ماذا؟ ماذا عن تفشي الوباء في البلد وعدم الإفصاح عن أعداد المصابين الحقيقية؟ ماذا عن تفشي الظلم الجائر في الساحة الدولية بحق البلدان التي ترفض الخضوع للمشاريع المريبة؟ ها؟ ماذا عن الفساد والقمع ومعتقلي الرأي؟ ما كل هذا أمام فساد النفوس وانعدام طيبة القلب وغدر الصحاب وقمع صوتنا في الساحة الدولية؟ ها؟ أمل أني أجبت على جميع أسئلتكم. إلى اللقاء. أهلين وسهلين ومئة مرحبتين بمهجة فؤادي المتابعين والمتابعات. بحرب 67 فائت الجماهير على الإذاعات العربية وهي عم تقول إنه سلاح الجو تبعنا أسقط عشرات الطائرات الإسرائيلية والجيوش العربية اجتاحت الأراضي المحتلة وبدت بتحريرها. اللاجئين تفائلوا صار يقولوا بالمقابلات إنه خلاص نحن بهاي الصيفية أكيد راجعين. بلشوا يضبوا شناتيون والتفاؤل كان عم يتطاير بالجو وأغاني الانتصار عم تلعلع بالإذاعات وصواريخ الظافر والقاهر عم يدكوا العدو ويلقنوا درسا لن ينساه. وفي واحد من سكان القدس كان واقف عم يستنى دبابات تجي من الشرق وتحرر فلسطين وقاس تجي من الغرب وبتحتل القدس والضفة الغربية. الموتاري الطيران المصري تدمر هو على الأرض والجيش السوري تقهقر وتراجع لحتى وصل الجيش الاحتلال على مشارف مدينة دمشق على مسافة كتير قصيرة منها. طيب ليش هيك سرحتوا بالناس وكذبتوا وخليتوهم يتفائلوا؟ رد الحكومات كان انه كل شيء لصورتنا قدام العالم. يعني يقولوا نهزمنا؟ مين داسك متى يا طابور خامس؟ اهم شيء انه ما اسقطوا الانظمة وده هو قمة الانتصار الاستراتيجي وقيسوا على هالمقياس نفسه مئات القصص. الحكومة بتخبي الحقيقة مشان تحافظ على صورتها قدام العالم. لك بتكون صايرة مصايب وكوارث وناس عم تموت ما بيصير حدا يعرف. أهم شيء صورتنا الخارجية قدام العالم. سد زيزون بسوريا اللي استمر بناؤه 5 سنين وخلص سنة 95 وانهار سنة 2002 وقتل 27 شخص وشرد عشرات الآلاف بالرغم من التحذيرات والتقارير اللي قالت إنه راح ينهار والناس اللي أطلقوا صفارات الإنذار وإنن عم يقولوا لك يا أخي السد راح ينهار ديروا بالكم يا حكومة دريانة شو عم يصير السد راح يروح. ولا كلمة مو وقتها هلا خلاص. وتم التعتيم على الموضوع ولا حدا تحاسب ولا حدا سأل. والأمثلة بعالمنا العربي كتيرة. عبارة السلام المصرية السفينة اللي غرقت سنة 2006 ومات فيها مئات الأشخاص صاحبها اشتراها بسعر رخيص خالص عمره مشان يعمل قرشين حلوين. غرقت العبارة وتأخرت الوحدات البحرية بالوصول مع انه المعلومات المتداولة بتقول انه كانت قريبة كان فيها تنقذها يعني بس تأخروا لانه ما فيهم يتحركوا بدون أوامر المشير والمشير نايم والقصة بتقلك انه خافوا يتصلوا بالمشير يصحوه ويزعجوه. لك ايه مثل ما عملكم لسه خدوا الكبيرة. شو رأيكم انه صاحب العبارة كان عضو باللجنة اللي بتفتش على سلامة العبارات يعني نفسه هو اللي بيشوفوا اذا العبارات صالحة للإبحار ولا لا وبالنهاية ما حدا حاسبه وطلع براءة بسبب علاقته القوية مع النظام الحاكم بمصر والموضوع تلفلف وتعتم عليه ولساتها هاي الطريقة مستمرة لهلا. حالات الكورونا بعشرات ومئات الآلاف والجسس عم يندفنوا بمدافن جماعية والمشافي الله يجعلها مشافي طبعا مو معدل استقبال الحالات والناس عم بتموت. شو بترد الحكومة بتقلك شش قول اليوم انه في عنا حالتين وبس ليكون بدك اياهم يقولوا علينا فاشلين؟ الزبالة معبية الدنيا، الكهرباء بتجي 5 دقائق باليوم، الناس عم تتخانق بالسوبر ماركت على كيلو سكر، طوابير الخبز والبنزين كيلومتر، شش المهم صورتنا قدام العالم، شو بدهم يقولوا؟ لك في حرب، في قصف، في انفجارات، في ناس عم بتموت، حط لي يا ابني وثائقي عن زراعة البرتقال ومواسم تزاوج طائر البطريق المتفائل الحزين عندما قد يبدو لك حمادي من القصص اللي حكيت لك اياها قبل شوي انه الحكومات بتعمل هيك بشكل عشوائي بتستخدم هي الطريقه تخبط وتهرب من مواجهه اخطائهم. انا بحثت بالموضوع وجهبسته وحابب اقول لك انه هالشيء هذا مكرر بامثله كتير مشابهه بالتاريخ الحديث. بتفاجأت مثلك انا بتحس في باترن او آلة بتكرر كل مره والخطوات فيه معروفه بتطبق الحكومات مثل وصفه الطبخ وبالترتيب انكار وتعتيم تلاعب بالحقائق تشتيت انتباه. راح احكي لكم كم قصه هيك ظراف خلوكم تفهموا هذه الآلة تمام. سنه 1930 كانت اوكرانيا جمهوريه سوفيتيه وبوقتها قرر الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين تاميم الاراضي الزراعيه كلها يعني صارت املاك دوله والفلاحين بيشتغلوا فيها تحت اداره الحزب. بس اللي صار انه هي المزارع العامه ما اشتغلت وكثير من الفلاحين كانوا مضطرين يتركوا الزراعه ويروحوا يشتغلوا عمال بالمصانع بس لحتى ياكلوا. وفشلت هالسياسة وتحولت أوكرانيا مسلة قمح الاتحاد السوفيتي بل أوروبا كلياتها لمنطقة مجاعة قاتلة سكانها مو ملاقين يأكلوا ومات الملايين والجسس مرمية بالشوارع بالأرياف. طيب كيف تعامل النظام مع المجاعة يا جهباز؟ بالإنكار والتعتيم. قال وقتها أوعى يطلع خبر من أوكرانيا لبراتها حتى في تقارير قالت أنه أي حدا حاول يهرب من المناطق اللي فيها مجاعة كان عم ينقتل. ولليوم بأوكرانيا بيعتبروها مجزرة مو مجاعة وبيسموها هولودومور أو الموت بالتجويع. وعرض خاص من الجهباز مثال تاني بتعرفوه كتير.
كتير منيح. انفجار المفاعل النووي الشهير بتشيرنوبل سنة 1986، ويلي حاولت حكومة الاتحاد السوفيتي تخبي أخباره وما تخلي حدا يعرف فيه، وإذا حدا عرف فيه بيقولوا إنه حادث بسيط. بس اللي صار بالواقع هو إنه قالوا سكروا على المدينة اللي صار فيها الانفجار ولا تخلوا حدا يعرف بشي، مع إنه أثر الانفجار كارثي ممكن يأثر على أوروبا كلياتها، وهالانفجار والتعتيم عليه كلف الاتحاد السوفيتي كتير، لدرجة إنه يقال إنه أحد أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي بعد 5 سنين بس هو هذا الانفجار. صورتهم قدام العالم كانت أهم من إنقاذ الوضع من هاي الكارثة. يا لطيف كيف هالأنظمة بتسكر الشبابيك على البلد بحيث اللي برا ما بيعرفوا شو عم يصير جوا، وكله مشان صورة الدولة. الناس بتموت ببلاش، ما حدا سائل، والحياة بتكمل عادي. لكن هيهات، دائما في أشخاص بيطلعوا من هون ومن هون ما بيسكتوا، بيقولوا للغلط غلطوا بعينه حتى لو كانوا رح يموتوا. هالناس بيسموهم مطلقي صفارة الإنذار، ويسل بلورز يعني. مثلا بحالة المجاعة بأوكرانيا هالأشخاص الشجعان كانوا من جوات الدولة، موظفين ومسؤولين رفعوا تقارير للمكتب السياسي بموسكو، قالوا يا جماعة الوضع بأوكرانيا صار كارثي، في قطارات عم بتلملم الجثث من الأرياف وتاخدها على عاصمة كييف، وهيك تقرير ما بيمرق عادي بأيام ستالين، ممكن تروح بشربة مي بسببه. وبقصة تشيرنوبل كمان كان في من الناس اللي بتنبه، اللي هو العالم ليغاسوف والعلماء اللي معه، ولولا شجاعتهم وبطولتهم بكشف حقيقة خطورة هذا الانفجار وأثره، كان العالم كلياته ممكن يدفع ثمن تعتيم الدولة وخوفه على صورتها. طيب وحكوا هدول مطلقي الإنذار وفضحوا الحكومة وقالوا إنه في كارثة، شو بيطلع منهم يعني؟ مثلا بأوكرانيا لما حست الحكومة إنه موضوع المجاعة انتشر برا ممكن ينكشف، أكيد راحت وزعت أكل وحلت الموضوع هيك وعملت إصلاحات. غلطان حماد المتفائل، لا وزعت ولا حلت. هيك حكومات ما بتكون عم تدور على الحل، ما بيهمها غير صورتها الخارجيه بس. الحكومات بتروح بهالحاله هي بالعاده للخطوه الثانيه من قالبنا اللي هو التلاعب بالحقائق. برافو. مثلا باوكرانيا الحل السحري كان انه الحكومه راحت بعتت دعوات لناس مؤثرين عالميا، ناس مشاهير، قالوا لهم تعوا وشوفوا الوضع على حقيقته بعيدا عن الاعلام المغرض الكاذب. وفعلا اجوا هدول المؤثرين والمشاهير، ولما خلصوا من الزياره طلعوا وقالوا انه كل شيء عم يطلع بالاعلام كاذب. بالعكس والله ما شفنا باوكرانيا الا كل خير، اكل كثير حصاد وفير، وفلاحين سعداء عم يشتغلوا بجد وتفاني وهنن عم يغنوا. كيف هيك؟ يعني طلع كله كذب بكذب مجسمات؟ لك لا طبعا، الحكومه زبطت هالمسرحيه، راحت جابت ناس من برا اوكرانيا وزعت شويه اكل، يعني الموضوع شو بشو تمثيل. يعني مشي حال هالخطوه باوكرانيا، بس بحالات تانية ما مشي الحال لانه الفضيحه كانت كبيره كثير، يعني اكبر من الحكومه تقدر تخبيها على العالم. فبيعترفوا بخطاهم وبيعتذروا من الشعب وبيعتذروا من العالم كلياته وبيبدوا بيصلحوا بقى. لك لا يا حمادة، تركيزك بالعادة بيكون أحسن من هيك. أنا بجي جايب لك باترن وما باترن وقوالب ومدللك وانت بتجاوبني من عندك. شو الخطوة الثالثة كانت؟ روح شوف الشاي. الحكومات بهيك حالة ممكن تلجأ لتكتيك اسمه الوتباوتزم. شو يعني؟ يعني ماذا عن؟ شو مشان؟ خذوا هالمثال، بعد مصيبة تشيرنوبيل فاقوا الناس تاني يوم فتحوا تلفزيونات والجرايد والإذاعات قام لقوا عم تحكي التالي: هذا وقد حدثت صباح اليوم مشكلة في مفاعل تشيرنوبيل، فيما يلي نشاهد تقريرا مفصلا عن الكوارث النووية التي حصلت في أمريكا. عرفت شو كانوا عم يحاولوا يعملوا هون؟ يعني السلطة كانت عم تقلك عمليا انه صحيح احنا عندنا مشكلة بالمفاعل النووي، بس شو مشان أمريكا كمان بيصير عندها مشاكل نووية؟ وتباوت أمريكا ومشاكلها. ومن هون المصطلح اكيد عرفتي سمعتي من قبل، في عنا فساد نحن بس شو مشان الفساد اللي برا، في عنا مصيبه نحن بس شو مشان المصايب اللي عم تصير ببلاد تانية. وهذا التكتيك معروف لحتى يخلوا نظر الناس يبتعد باتجاه تاني، تشتيت انتباه الناس واهتمامهم لمشكله تانية تماما ما له علاقه فيها اصلا. حكيت لكم امثله من الاتحاد السوفيتي بس في غيرهم كثير، من الصين شرقا الى امريكا غربا. لا تروحوا لبعيد، الرئيس الامريكي ترامب واحد من اشهر الناس اللي استخدموا هذا التكتيك. طيب شو نعمل يا جهبذ؟ انا برايي ضلوا مفتحين ومنتبهين على كل شيء عم يصير حواليكم، ولما بيطلع ويسل بلور او هذا الشخص اللي بينبه على مصيبه اسمعوا وجهه نظره وحللوا وتعبوا شوي لتجيبوا معلومات موثوقه، ولا تردوا على الجهات اللي بتسكتوا. الصحافه بتلعب دور او المفروض تلعب دور الويسل بلور، هي اللي بتقوم بتحقيقات بتعطي صوره اوضح للواقع، الواقع اللي بيكون احيانا صعب وبيخوف. لهيك بيقولوا للسلطه الرابعه، السلطه اللي بتحاكم السلطات الثانيه وبتنبهنا نحن كشعب عن اللي عم يصير وما لنا عارفين فيه. وبكثير حالات من هالنوع بيكونوا الصحفيين ابطال حقيقيين وبيتعرضوا احيانا للاعتقال، مثل ما صار مع مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري بالقدس. أما على السوشيال ميديا فما يكون غير الجهبذ، ضلنا بحمادة وإلكن اقرأوا ما بين السطور وفهموا المواضيع بشكل أوسع وشوفوا المصادر. فشكرا للجهبذ على كل الإنذارات التي يطلقها وإلقائه الضوء على أمور ومسائل ومشاكل لم نكن لنعلم بها لولا وجود الجهبذ. شو بتعرفوا أحداث أكاذيب مشابهة صارت ببلادكم الحكومات عتمت عليها؟ اكتبولي بالتعليقات. إعجاب واشتراك يا جهبذ، إعجاب واشتراك حمادة. الحلقات السابقة والحلقات القادمة يا جهبذ، قادمة وسابقة حمادة. شاي يا جهبذ، شاي حمادة.